على ضوء البينات اللي تقدمت من جنوب حكومة جنوب أفريقيا والدول الثانية اللي ساندت حكومة جنوب أفريقيا في تقديمها للمحكمة العدل الدولية، كان متوقع، يعني كان كلنا أمل أنه أخيرا ينصفنا العالم وتنصفنا أكبر هيئة قضائية في العالم ويصدر أمر احترازي بوقف الحرب على الأقل. يعني إسرائيل مش راح تلتزم فيه، لكن كان ممكن أنه هذا الأمر الاحترازي اللي يصدر واللي كنا متأملين أنه يصدر يؤخذ إلى مجلس الأمن، وهناك ممكن يكون في محاورات محادثات ومحاولات لتمريره وإحراج أمريكا طبعا، لأنه إذا راح له مجلس الأمن راح ينتظره هناك فيتو، لكن الفيتو راح يكون كمان فيما لو حصل صعب شوي، لأنه هذا فيتو مش فيتو ضد قرار لمجلس الأمن، إنما فيتو لقرار محكمة دولية، محكمة أعلى سلطة قضائية، فيكون محرج شوي. فكنا متأملين إنه نوصل لهناك، مع إنه كمان ما عندناش كتير أمل بإنه إسرائيل تلتزم، لأنه إحنا كمان في إسرائيل إنها يعني تضرب بعرض الحائط كل القوانين وكل المواثيق الدولية وكل المعاهدات وكل القرارات وكل ما يصدر عن المحاكم ومجلس الأمن. لكن يعني خلينا نكون إيجابيين، خلينا نكون لحد ما يعني متفائلين. لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية تقف إسرائيل في قفص الاتهام، يوجه إلها تهمة الإبادة الجماعية، وتقبل محكمة العدل الدولية هذا التوجه. إيجابيات، أول شيء أن الدعوة قبلت من المحكمة، وهذا إنجاز. لأول مرة يوجد محكمة ستعاقب أو ستحاكم إسرائيل. ثانيا أنها لم تأخذ بجميع الطلبات التي طلبت منها دولة أفريقيا، ولكن بعض الطلبات الاحترازية الاستباقية لوقف المجازر والإبادة ضد الفلسطينيين، وهذا أيضا إيجابي، وخاصة بأنها طلبت وأصدرت أوامر لإسرائيل بإعطاء تقرير كيف ممكن أن تتجنب قتل المدنيين. خطوة بالاتجاه الصحيح، خطوة غير كافية، خطوة جزئية، ولكنها خطوة بالاتجاه الصحيح. أيضا على المستوى الإعلامي، محكمة العدل الدولية ستفتح الأبواب أمام محاكم كثيرة، وخاصة ستفتح الشهيد لمؤسسات ولدول لكي تتجرأ وتتحدى الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، وهذه أيضا خطوة بالاتجاه الصحيح. أيضا لا يمكن تسويق الآن الرواية الإسرائيلية بسهولة كما كان بالسابق، تضليل الرأي العام، وأيضا محاولة نسخ ما يقوله مكتب رئيس الوزراء وما يقوله الناطق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية. هذا الخلط، ما حدث البارحة هو وقف لكل هذه الضبابية حول ما يحدث في قطاع غزة. هذا إنجاز على المستوى الإعلامي، إنجاز على المستوى المعنوي، وإنجاز على المستوى السياسي والقانوني، وخطوة في الاتجاه الصحيح، رغم أنها خطوة ناقصة غير مكتملة. إنه تم قبول وبأغلبية إنه 15 قاضي صوت مع واحد ضد اللي هو اليهودي، هذا إشي يعني مبشر كويس، إنه يعني إحنا انحياز أكتر إلنا كان، وأتوقع إنه اللي جاي أفضل إن شاء الله. يعني هاي هي البداية. إحنا كنا طبعا متوقعين وحابين يعني إنه يكون في وقف لإطلاق النار فوري، ما إنه إسرائيل دائما كانت ضلها تهرب من المحاكم وفكرة حالها إنه هي فوق كل القضاء وكل المحاكم الدولية. يعني كان قرارات دولية أو أي كانت، نحن بنقول إنه هذه القرارات لازم تتخذ بطريقة سليمة والحق الفلسطيني. وأرحب بالأستاذة نداء ملكاوي المختصة بالقانون الدولي ومديرة برنامج في أكاديمية لاهاي للحكم المحلي ومساعدة قانونية في قسم التسجيل في محكمة العدل الدولية سابقا. تحياتي لك يا أستاذة نداء. السلام عليكم. عليكم السلام. وأولكم ولمشاهدين الكرام، أشكر برنامج عين على القدس التوثيقي والتوضيحي المهم. هذا شرف لي أن تتاح لي الفرصة لمناقشة هذا الحدث التاريخي معكم. أهلا وسهلا، وإحنا أيضا نشكرك وفخورين بك كذلك. حضرتك تعرف النقاش ما زال مستمر حول طريقة النظر إلى القرارات المحكمة الدولية. جاء أمر المحكمة مشجعا لبعض الخبراء والمراقبين ومخيبا لآمال البعض. تقييم حضرتك أنت لهذه القرارات؟
أنا مش سامع الصوت. أسف هيك سامعين؟ تمام تفضلي. ألو؟ تفضلي عم نسمعك الآن. تفضلي. شكرا. صحيح أن القرار أثار مجموعة واسعة من الردود، كنا جميعا نراقب بحذر سواء كان قانونيين أو غير قانونيين. أنا لا أستطيع التحدث نيابة عن أي شخص إلا عن نفسي، ولكني أعرف أن كثير من الناس شاهدوا واستمعوا بقلق كل جملة قرأتها رئيسة المحكمة. من وجهة نظر قانونية فقط كان بإمكان الأمور أن تكون أسوأ، بس صح أنها كان ممكن كمان أنها تكون أفضل، وهذا لهذا السبب كان البعض متفائل والبعض الآخر كان خائب الأمل. كثير كانوا يأملون أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف جميع الأنشطة العسكرية واستخدام القوة ضد الفلسطينيين كما فعلت مؤخراً ضد روسيا وضد دول أخرى في سياق الأنشطة المسلحة ودلالة التدابير الوقائية. وبالمثال كان الكثيرون يخشون أن لا تكون المحكمة وأن تعتبر أن القضية لا تحقق الشروط الأولوية اللازمة للإشارة إلى الأمر. نعم. فعشان هيك كما قالت ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، يجب أن نكون متفائلين لأن تطبيق هذا الأمر، تطبيق هذا القرار وتنفيذ بنوده التنفيذية، هو المجموعة الآخرة اللي صوتوا عليها القضاء، يعني في الواقع أن إسرائيل عليها أن يتوقف عن قتل الفلسطينيين وعن وقف قصف المستشفيات والمدارس وغيره. نعم. ويجب عليها أن الإبلاغ إلى المحكمة أيضاً بطريقة ذات مغزى خلال شهر واحد. نعم. يعني هذه القرارات ممكن أن ينظر إليها بطرق مختلفة من حيث الجيد والأكثر جودة أو الأجود، لكن كخبيرة بالقانون الدولي وسمعنا أيضا رأي خبراء، في تقديرك أهم أو يعني أو أكثر أوامر المحكمة قيمة قانونية؟ نعم، في رأيي تتبع المحكمة هنا مجرد تبع لسجلها القانون السابق، هي هيئة قضائية معروفة بالقيام بذلك، خاصة في هذه المرحلة من الإجراءات الابتدائية اللي قبل دراسة الحالة من ناحية الجوهر. نعم. وبالطبع مع بعض الاستثناءات، ولكن يجب أن نطلب من الطلاب والأخصائي القانون دراستها ومقارنتها مع أوامر أخرى بشكل، هذا يأخذ شوية وقت. نعم. بس النقطة اللي أسعدتني في الأمر هي أن تم يعني بعد طبعا تراكم الأدلة، وكان هذا الأمر مهم، بس كمان العثور على أن تلك النية الإبادة الجماعية في الإبادة الجماعية موجودة بشكل مقبول ابتدائيا. نعم. هذا كان إشي مهم جدا، لأنه اختصاص المحكمة في هذا القضية تعتمد فقط على البند التعاقدي. نعم. في الاتفاقية مكافحة الإبادة. نعم. هذا يعني أن وجود أي جريمة دولية أخرى مثل جرائم الحرب، جرائم الإنسان، هذا خارج اختصاص المحكمة. تمام. وهذا بدوره يعني أن قابلية مطالب جنوب أفريقيا تتوقف تماماً على مسألة النية الإبادية. نعم. يقال ست نداء أنه أيضاً يعني القضاء
من المؤكد أنه جرى بيناتهم خلافات. صحيح أن المحكمة اتخذت قراراتها يعتبر بوقت قياسي، لكن قيل أيضا أن جزء من هذه الصياغة كان بسبب التوافق بينهم جميعا. هل لديك فكرة عن نقاط الخلاف التي كانت قائمة قبل أن يتم تسويتها بالتوافق على هذه الصيغة؟ نعم، صراحة من المحتمل أن يكون جميع شروط القانونية اللازمة للمحكمة لاتخاذ إجراءات تحفظية بتفصيل خلال المداولات بين القضاة. هذا طبيعي وشائع أن يختلف خبراء القانون حول تفاصيل تتعلق بتفسير القانون، وبيدخلوا بتفاصيل يعني حتى ممكن تبين أبسط للناس المش قانونيين، بس طبيعي أنهم اختلفوا على كل المواد على كل النقاط. نعم. بس عشان هيك أصلاً في مجلس متكون ما لا يقل عن 15 قاضياً وفي 15 مع متطلبات لتنوع الجغرافي في انتخابهم أيضا. نعم. وعلى أي حال يلتزم جميع القضاة بواجب النزاهة طبعا. والمحكمة أشارت إلى الإجراءات التحفظية لأنها قررت أن الشروط بالأخير متوفرة، فهما أن في وجود اختصاص أولي ظاهر، ثانيا في وجود حقوق مدعى معقولة، وثالثا وجود خطر الأذى تصحيح على هذا الحقوق. نعم. وأخيرا وجود ضرورة عاجلة. وأيضا زي ما تفضلت حضرتك وزملاء الآخرين، يعني الإجماع بأخذ هذا القرار مهم وغير يعني غير مسبق بطريقة. نعم. نوعا ما. نعم. هذا قيل حتى أنه في فرق بين أن تأخذ قرارات أفضل ويكون التصويت مش يعني بين 7 لأقل أو حاجة من هذا القبيل، فحضرتك تؤكدي أن الإجماع له معنى وله قيمة. كيف يؤثر قرار المحكمة على طلب الرأي الاستشاري بخصوص وضع فلسطين تحت الاحتلال؟ أنا برأيي يعني راح نشوف كيف يصير النقاش بعد كم من أسابيع، بس تراكم الأدلة مهم جدا إن هلا موجودة بشكل وثيقي ويعني موجود في البريسيدنس للمحكمة، آسفة الكلمة راحت مني. نعم. فهذا يوثق مرجع لأي قرار قادم. يعني حتى على الشكاوي الفلسطينية المرفوعة لدى محكمة الجنايات الدولية أيضا؟ بشكل عام المحكمة راح تدرس كل قراراتها المسبقة واللي كتبته مسبقا والقوانين طبعا الموجودة في الإطار العام للقانون الدولي العام لأخذ أي قرار أو أي إعلان في أي قضية توجد قدامها حتى لو أنها كانت استشارية. نعم. حبيت أسأل حضرتك عن قطعية هذه القرارات، هل يعتبر أمر المحكمة أمر قطعي أم بداية طريق طويل لإثبات قرائن ودلائل على الإبادة الجماعية؟ طبعا في ناحيتين، أن الأمر ملزم ونهائي ما له يعني تكميلة من ناحية فقط للأمر، ولكن الأمر لا يتهم إسرائيل في جرائم. حاليا فقط أعلنت المحكمة أنه مع الأدلة يوجد إمكانية أن هذا الجرائم قد اتهمت، وهذا يكفي للمحكمة لإعلان أمر ملزم. ولكن طبعا سيكمل القضية بشكل أطول وأدق وأعمق والأدلة أيضا. لكن إلى هذا الحد احنا بنعرف أنه يوم الأربعاء في جلسة لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب من الجزائر، وأعتقد أيضا أن هي متجهة كانت عند الأمين العام للأمم المتحدة، هل هذا القرار يمكن أن يشكل إحراج ربما على الولايات المتحدة بشكل رئيسي، لأنها هي التي تستخدم حق الفيتو لمنع وقف الحرب؟
هل سيكون لهذا القرار تأثير على مداولات مجلس الأمن يوم الأربعاء؟ يعني ممكن نأمل. بالأخير القرار بإيدهم، يعني هم لهلا يعني حطوا الفيتو تبعهم بهذا المواضيع، ولكن الواحد ممكن يأمل، لأنه من الناحية السمعية هذه ضربة كبيرة لإسرائيل والدول اللي تدعمها، نعم، اللي منها الولايات المتحدة وهولندا وغيرها وكثير من الدول للأسف. نعم. وهذه رسالة لجميع حكومات العالم صراحة، أنه عندما تدعم إسرائيل وأفعالها قد تكون مطبقة بالإبادة. تمام. ونأمل أن هذا يؤثر الأمر أيضا على الدول التي تتعاون بشكل اقتصادي، وأنهم يدعون إلى فرض عقوبات اقتصادية وغيرها لعدم التجارة معهم أو غيره بسبب لا. ارتكابهم لإبادة. ويجب أن ترغب جميع الدول في التباعد عن هذه الاتهامات. نعم. طب اسمحي لي، المحكمة هل بنت قرارها فقط على الدلائل اللي قدمتها جنوب أفريقيا، أم استعانت مثلا بتقارير الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية؟ لأن السؤال إنه هل ما قدمته جنوب أفريقيا لم يكن دلائل كافية على الإبادة الجماعية، ومع أنها اشتغلت كثيرا على إظهار النية من خلال تسجيلات ومن خلال وقائع ومن خلال ما يشاهد العالم كله، يعني كيف مش إبادة جماعية إذا منشوف هذا القدر الهائل من الذين يستشهدون من أطفال ونساء ومنع الغذاء والأكل وكل شيء. طبعاً. ما معنى يعني لا يوجد تعريف للإبادة الجماعية بالعين وبالشكل بالصورة المباشرة، ويحتاج دائما إلى أن تكون هناك صياغة لائحة حتى يقال والله هاي إبادة جماعية؟ هذا اللي دخل طبعا بالصيغة الشغل المحكمة والقوانين الدولية اللي بتدير، خلينا نحكي، كل الإجراءات القانونية والإجراءات السجلية نسميها للمحكمة. وبهذه الحالة جنوب أفريقيا يعني قدمت كثير وجهد صحيح، لأنها قدمت كل الدلائل الكافية وراكمت أدلة كفاية من ناحية قانونية دولية عام، خاصة في قضايا اللي توصل محكمة العدل الدولية لتحكيم إن هناك أسباب مقبولة للاعتقاد بأنه يجرى ارتكاب جرائم الإبادية. ويعني هذا التحكيم مبدئي كفاية. شو هي أكثر الأمثلة أستاذ نداء على الإبادة الجماعية التي تشبه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة وممكن أن يقاس عليها يعني في التوصيات وفي المتابعة؟ هو طبعا كل الأدلة اللي جنوب أفريقيا والفريق المحامين قدمته، يعني ضرب المستشفيات، ضرب اللي بيسموها المواطنين، نعم، والمدارس وخاصة دور العبادة وكل شيء، نعم طبعا، وخاصة أيضا يعني أقوال الحكومة وأعضاء الحكومة الإسرائيلية هاي كانت قوية جدا، لأنه عادة النية هي أصعب إشي، نعم، في القانون الدولي، والتحريض إثباته. بطبيعة الحال التحريض أيضا واضح نعم. عبر هذا التحريض بيّنت جنوب أفريقيا أنه النية موجودة وموجودة وواضحة صراحة. كثير محاميين حتى حكوا يعني بطريقة ما شكراً أنه كل هالوثائق موجودة، تمام، لأنه سهلت الشغل عليهم. طيب. وبالتأكيد أنا متأكدة أنه خلال هالأشهر القادمة وممكن حتى سنتين الوثائق راح تتكون بشكل أدق
ويعني تتقدم للمحكمة خلال النقاشات اللي راح تثبتها للقضية بشكل من ناحية نعم. الجوهر طبعا. شو السيناريوهات المتوقعة لإجراءات المحكمة بعد صدور قائمة الأوامر المستعجلة قبل أيام ست نداء؟ عفوا ممكن شو إيش السيناريوهات المتوقعة الآن؟ السيناريوهات طبعا في يعني أولا إسرائيل لازم إجراءات حقيقية لتنفيذ بنود القرار. نعم. وسيتعين عليها أيضا إبلاغ المحكمة في شهر بتقرير كتابي. تمام. وهذا التقرير ما رح يكون عام، رح يكون خاص ويشارك مع الطرف الآخر اللي هو جنوب أفريقيا. وتم ذلك أيضا مؤخرا في القضايا المتعلقة في ميانمار وأذربيجان. والإجراء القضية مجراها يعني، حيث يتعين على المحكمة تحديد وقت لجلسات الاستماع والتداول في جوانب القضية من حيث الجوهر، ولكن يجب أن يتبع ذلك جدول زمني محدد. وبسبب القائمة الطويلة للقضايا الموجودة في أمام المحكمة ممكن هذا يأخذ فترة أطول يعني من اللي بنتأمله. طيب، لكن في خلال شهر مفروض تقدم إسرائيل ما طلب منها. ماذا لو أن إسرائيل لم تهتم أو لم تستجب، قالت كأنه ليس هناك محكمة عدل دولية وليس هناك أوامر ولا قرارات ولا أي شيء، ماذا يمكن أن يحدث؟ هو المفروض أنه رح يبعثوا قرار تقرير عفوا، حتى لو أنه بحد ذاته ممكن ما يكون ناسب، ولكن بالتأكيد أنهم راح يبعثوا تقرير يحكوا أنه إحنا عم نعمل اللي مطلوب منا، ما هذا أصلاً كان دفاعهم. نعم. طيب كيف إثباته؟ بيقولوا إحنا عم نعمل منه، في نفس الوقت الأخبار تنقل بشكل مباشر استمرار الإبادة واستمرار القصف الجوي والبري والبحري، و كل يوم ما لا يقل عن 150 من الضحايا، والنسبة المئوية الكبرى منهم من الأطفال والنساء. يعني ما المحكمة ما بتشوف أيضا طبعا. والأسف للمؤسف كمان موجود يعني بالموضوع المحكمة العدل الدولي والقانون الدولي العام بشكل عام، إنه الدول لازم يعني voluntarily عندهم يعني بيوافقوا معها وبيتابعوها. فصارت مثلا مع روسيا او امريكا انها ما بتتابع قرارات المحكمه. نعم نعم. بعدين يعني المحكمه مش قوه تنفيذيه للاسف، بس تمام. لكن او مش بس للاسف، نعم. بس هي قوه قضائيه يعني. نعم. هاي كمان من نعم. دورها. نعم. لكن بدون ادنى شك يعني المحللين اللي بياخذ الامور بعقلانيه بدون ادنى شك، وكما استمعنا في التقرير أن إسرائيل أصبحت في قفص الاتهام، وأن اليوم النظام العالمي والعدالة الدولية أمام اختبار، ليس أمام قضية فقط، أمام إما أن تكون ذات جدوى وذات قيمة، أو أن هذا ربما ينعكس على النظام العالمي كله. أستاذة نداء ملكاوي المختصة بالقانون الدولي ومديرة برنامج في أكاديمية لاهاي للحكم المحلي والمساعدة القانونية في قسم التزييف في محكمة العدل الدولية سابقا، لك كل الشكر والتقدير، بارك الله فيك، كنت معنا من لاهاي. شكرا لكم.